انطلقت اليوم أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالمستعمرة التابعة لإدارة القصير الصحية بالبحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لعدد 105 حالات بمختلف التخصصات الطبية، منها إجراء عدد 19 فحصا عمليا وإجراء عدد 9 أشعة وسونار، كما تم إجراء عدد 20 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. بنقدم الخدمة بالمجان، الكشف والعلاج والتحاليل. عندنا أكتر من 100 صنف بيغلب أغلب التخصصات الطبية. احنا ضمن قوافل اللي بتجوب كل مدن البحر الأحمر. احنا النهاردة بنقدم خدمات متنوعة للمواطنين، من كشف مبكر على السكر، وبنتابع حالات السكر القديمة، وبنحاول بقدر الإمكان ان احنا نقدم خدمات متكاملة. كل الخدمات اللي بنقدمها النهاردة للمواطنين كلها بنقدم بالمجان. عندنا تحاليل تانية، عندنا هيموجلوبين، عندنا كوليسترول، عندنا وظائف كبد، وظائف كلى، اختبارات حوامل وفصائل دم. كل الاختبارات اللي بتقدم النهاردة هي بتقدم بالمجان تحت رعاية القوافل الطبية وطبعا مبادرة حياة كريمة.